هو
أن الأصل في تعاملنا مع الآخر هو القتال ابتداء، لو افترضنا مثلا، فماذا أعددنا لمواجهة هذا الآخر صناعة وسلاحا إلى غير ذلك؟ لهذا كل ما قدمه السلف الأساتذة مع احترامي لهم ما يعني يبقى مجرد حبر على ورق ولا يعني يتجاوز ما هو تنظيري. إذا فالأحرى والأجدر أن تكون هذه الندوات لتحد وتحرص على مثلا أن تقوم يعني أن تنهض بالأمة يعني في كل مجالات الصناعة والتكنولوجيا إلى غير ذلك، وأن تتجاوز ما هو نظري إلى ما هو تطبيقي. وسؤال موجه للجميع، والتوفيق. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لي يعني الحديث عن فلسفة الحق، يعني الأطر والأنساق المعرفية التي تكونت فيها ينبغي مراعاته عند إطلاق مسألة الكونية والدولية عليها. تعرفون بأن مثلا تحالف بروتستانتية مع هنري الثالث في إنجلترا أعطانا الأنجليكانية نوع من القبول بالملكية كنوع من أنواع الحكم، ولم يكن الأمر كذلك في فرنسا، حتى أن علمانية فرنسا ليس هي علمانية أنجلو ساكسون. وبالتالي ينبغي أن نسلم في هذا المجال، فأقول بأن يعني حتى مصطلحات مثل البيعة ومثل يعني غيرها هي مصطلحات تدبيرية لها أصول، نعم، في المرجعية الإسلامية، ولكنها مصطلحات تدبيرية. حتى إمارة المؤمنين حتى لا ينبغي يعني أن نتحدث عنها باعتبارها ما مفهوم شرعي مطلق، وإنما نوع من أشكال التجلي الشرعي للقيم وأسس يتفق عليه المسلمون. وبالتالي من نقل مثلا يوسف التشفي الذي تحدث الإخوان عنه بأنه بين قوسين كلمة إمبريالية التي تحدث عنها أخي، هذا الامتداد الإمبريالي لم يتسمى به أمير المؤمنين، وإنما تسمى بأمير المسلمين على اعتبارات وحدوية، ولم يفعل ذلك الموحدون، لم يتسموا بإمارة المؤمنين على اعتبار هذه الاعتبارات الوحدوية. هذا المسألة. السؤال المباشر إلى الإخوة الأساتذة الذين تحدثوا عن قضية الصحراء وعن إفريقيا. أنا ترون بأننا نتحدث عن إفريقيا بمنطق الغائب المفعول به، كيف نتوجه لإفريقيا، نفعل لإفريقيا، أليس هذا منحا براغماتيا يغير حتى الآخر لإفريقيا، هو مسلم أو غير مسلم؟ إذا البراغماتية هي الغالبة، كيف نستفيد، كيف نبني الذات باستغلال إفريقيا أحيانا؟ مسألة أخيرة، مسألة يعني الأرض الخلاء، هذه نادت بها أول ما نادت بها إسبانيا، ولكنها في الواقع لما جاء ماكنزيك إلى يعني إلى القرى الضفرية، من الذي قاومها؟ قاومت إسبانيا وقالت بأنها ليست أرض الخلاء. وبالتالي فهذا أمر حتى وإن كان رأي استشاري فقط لمحكمة العدل بلاهاي، إلا أنه مستند قانوني وضعي. شكرا. حمادي رقم 5. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الشريعة الإسلامية كلها رحمة وعدل، وإنما جاءت لجلب المصالح وضرء المفاسد. فالأمة الإسلامية في حاجة أن تعالج مشاكلها على هدى من أمر ربها، لا أن تستجدي بالقوانين الوضعية، لأن الله تعالى هو الذي خلق هذا الكون، وهو الذي خلق الإنسان، وهو الذي يعلم ما يصلحه. يقول الله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. سؤالي عبارة عن يعني إشكال، هو لماذا هذا الارتماء إلى أحضان الغرب؟ نستجدي منهم قواعدهم وقوانينهم الأخلاقية والسياسية، ونحن عندنا قانون إلهي يحكم العالم بأسره. والسلام عليكم. استاذ رشيد. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة سجلت العديد من النقاط، ولكن سأتكلم عن بعضها في عجالة شديدة، وهو أن تحدث فيه حديث عن نظرية الحق ونظرية القانون، القانون الدولي، القانون الدولي للإنسان بصفة خاصة، ولكن لا بد من دراسة مقارنة مع القانون الإسلامي، خاصة فيما يخص المرجعية المؤسسة لكل من النظريتين، نظرية الحق ونظرية القانون. لأن لما نتحدث أي حقوق الإنسان، أي إنسان، الإنسان بالفهم الغربي هو إنسان أبيض من مركزية غربية
كامنة، وبالتالي حتى بالقانون الدولي تظهر من خلال تكوين منظمة الأمم المتحدة، الخمس الكبار، محكمة العدل الدولية هي المكلفة بالقانون، وفي واحد تحيز واحد لو أين الأمم الأخرى؟ يعني يتغير المصير يطبق على البعض ولا يطبق على مثلا فلسطين، مثلا في الدول الأخرى، يعني كاين واحد تحيز في هذه المسألة، وكذلك المسألة ديال السياسة كاين المكيالين ورضاية الأخلاق في العلاقات الدولية في القانون الدولي الإنساني، فهو ضرب رماد للعيون، لأن الإنسان حتى الإنسان في المرجعية الغربية فهو الإنسان طبيعي المادي، وقالها المسلم يعني الإنسان ماشي لو أنه كانت حقوق إنسان كإنسان على وجه البسيطة فكان لم يكن بينها وبين الإسلام أي تناقض، ولكن الإنسان الذي تحدث عنه هو الإنسان الأبيض، والنموذج هو الهنود الحمر والأفارقة الذين مئة مليون إنسان من أجل الإنسان الغربي، وكذلك هذا التفريق بين الحقوق الفردية والحقوق الجماعية وتقرير المصير هذا الأمر لا بد أن يكون. أستاذ جواد رقم 7 على الندوة، وهي فرصة يعني لإشعاع الثقافة الحقوقية في كلية الأدب. نعم، لا ما تحسبش. سأعطي عناوين، فيما يتعلق بالعلاقة الدولية، العلاقة الدولية تقوم على هي علاقة صراع، علاقة تقوم على الصراع وعلى المصالح بشكل موجز. فيما يتعلق بالنقطة الثانية وهي نقطة سأتفق مع صديقي الأستاذ في حول تنفيذ الأحكام القطعية، وهو يعني موضوع جد مهم، هنا سأحاول أن أقدم اجتهادا قضائيا في الموضوع، لأنه أصلا الدستور المغربي وديباج الدستور ينص على تنفيذ الأحكام القطعية، ولا سيما فصل 120 وفقرته المتعلقة بضرورة تنفيذ الأحكام القطعية. هنا أكد يعني في اجتهاد قضائي مؤسسة الوسيط من خلال توصية الوزير الداخلي بأن انتزاع هذا مفحول يعني اجتهاد قضائي، أن انتزاع ملكية عقار من صاحبه وعدم تمكينه من المستحقات المحكوم بها كتعويض عما لحقه من ضرر أمر لا يمكن أن يجد له مكان في حاضرنا ولا يقبل بوجوده في المغرب الجديد مغرب الحق والمؤسسات، وحيث أنه لا يمكن تصور مدى الشعور بالإحباط الذي قد يصيب المشتكية وهي تفقد ثقتها في الإدارة الموضوعة تحت مسؤولية الحكومة التي تنادي الدفاع عن المشروعية وحماية الحقوق الأساسية ومن دونها حق الملكية المضمون دستوريا. وصل أستاذ ياسر. شكرا أستاذ ياسر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أود أن أشكر الأساتذة الكرام على مداخلتهم. سؤالي الدستور هو اسم قانوني في الدولة، كما قال مونتيسكيو دون سون اوفراج سي ان كونترا سوسيال. لماذا مراسم البيعة لا وجود لها في جميع الدساتير المغربية منذ سنة 1962؟ هناك 6 دساتير وآخر دستور هو الدستور ل 2011 مع أنها جزء لا يتجزأ من الملكية المغربية. شكرا أستاذ عبد الله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أريد فقط أن أتفاعل مع مداخلة الأستاذ محمد عزيز وأثني في واقع الجانب التأصيلي الذي بدأ به محاضرته، هو في الواقع يعني لنا في رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري يعني اللي فيها يعني تحمل يعني سبق تاريخي في مجال المبادئ القضائية الكونية، مبدأ قرينة البراءة، مساواة أمام القانون، مساواة أمام القضاء. لكن أسألك أستاذي يعني فيما طرحته، اعتبرت أن هناك مصادرة في حق يعني ديوان المظالم أو يعني المظالم، أنك اعتبرتها يعني ليست بالمؤسسة مؤسسة القضاء الإداري الكامل. هنا يعني مؤسسة القضاء الإداري في الوقت الحاضر يعني يمكن اعتبارها وهي تعتمد في أساسها على عرف القضايا، حتى المحاكم الإدارية في المغرب منذ سنة 1991 هي تعمل قرارات يعني مجلس الدولة الفرنسي، فيعني الهدف من القضاء الإداري البيروماتي هو في الواقع مظالم، إزالة المظالم والشطط استعمال السلطة من طرف الدولة، وهذه المهام كانت تقوم بها يعني مؤسسة ديوان المظالم على الوجه الأكمل. وشكرا. شكرا. آخر مداخلة.